أصدقائي المشاهدين، مساء الخير، مرحبا بكم في الحلقة 85 من سلسلتكم قصة كتاب. الكتاب الذي سأقترحه عليكم اليوم هو رواية الكاتب المغربي طاهر بن جلول، عنوانها السعادة الزوجية. قبل أن نبدأ هذه الحلقة، ألفت انتباهكم إلى أنها بالتعاون مع موقع بوك سيركل المتخصص في بيع الكتب عبر الإنترنت. يمكنكم زيارة الموقع من خلال الرابط أسفل الفيديو. رواية السعادة الزوجية عنوانها عنوان تهكمي من العلاقة الزوجية، كأن الكاتب يريد القول بأن السعادة في الزواج تكاد تكون مطلبا مستحيلا أو أنها مجرد وهم. تحكي هذه الرواية عن زوجين، زوج من أصول فاسية، فنان تشكيلي مشهور صنع له مسارا عالميا ولوحاته تباع بالملايين، وزوجته التي أغرم بها وسقط في حبها وأنسج معها قصة حب رائعة انتهت بالزواج، هي فتاة من أصول أمازيغية جبلية. هنا نعود إلى الثنائية التقليدية في المغرب، الفاسي والأمازيغي الجبلي الشلح، وهنا نقارن بين عالمين. حقيقة الرواية كرواية تفتح أمامنا مجموعة من العوالم ومجموعة من القضايا الخاصة بالثقافة المغربية وبالمجتمع المغربي وبالسياسة وبالأوضاع الاجتماعية في المغرب، وكذا تفتح النقاش حول هذه الثنائية الثقافية، حول الجدارة التي يدعيها البعض، لأن في الرواية نتعرف على صوتين. هناك في القسم الأول أو في الجزء الأول من الرواية لدينا الزوج يحكي قصته مع زوجته، كيف بدأت بالحب والعشق وكيف انتهت إلى العداوة وإلى الصراع المرير الذي أدى به إلى المرض وأسقطه إلى آخره، كأنه هو الضحية. في الجزء الثاني من الرواية سنسمع صوت الزوجة التي كذلك تحكي ما وقع، ما ربطها بالزوج من زاوية نظرها، كأنها هي الضحية. الزوجة تسمي زوجها بفلان ولا تريد أن تذكر اسمه، والزوج يبحث عن أي وسيلة لكي يتهرب من هذه الزوجة. طبعا ما يهم في هذه الرواية ليس فقط هذا الجانب المهم النفسي في العلاقة الزوجية، كيف تنشأ المشاكل وكيف تتراكم، ولكن كذلك الرواية حافلة بمجموعة من المواقف ومجموعة من النصوص الجميلة حول الفن التشكيلي، حول السينما، حول مؤلفين سينمائيين ومخرجين، حول ممثلين، حول مسرحيات، حول مواقف مختلفة، حول الطرز، حول اللوحة التشكيلية، كيف تنشأ الإلهام إلى غير ذلك. وبالتالي طاهر بن جلول لا ننتظر منه إلا أن يبهرنا وأن يفتح أمامنا آفاق شاسعة للتأمل، طبعا في قضايانا الوطنية، في البطالة، في الصراع الثقافي بين النخبة الفاسية وعامة الشعب، لأن العرس عرس زوجين كان مناسبة لإظهار هذه الكليشيهات التي هي ليست غريبة عنا في الحقيقة والتي نسمع عنها بين الفينة والأخرى. الرواية في النهاية عمل أدبي متكامل، لا ننتظر من كاتب بقامة طاهر بن جلول إلا هذا المستوى العالمي الذي يجمع بين معالجة قضايا سياسية واجتماعية من جهة، ورهانات جمالية وفنية في الرواية، وكذلك نفس على مستوى اللغة وعلى مستوى الإبداع الفني والأدبي. أصدقائي المشاهدين، كان هذا تقديمي لرواية طاهر بن جلول السعادة الزوجية، أقترحها عليكم لأنني استمتعت بقراءتها وأعتقد بأنها تستحق القراءة على أكثر من مستوى. لا تنسوا أن تقوموا بمشاركة الفيديو مع أصدقائكم والتعليق أسفله إن كنتم قرأتم الرواية أو لديكم تساؤلات حول هذا الكتاب، وأن تطلعوا على ما أنجزه من فيديوهات في هذه السلسلة وتقوموا بمشاركتها مع أصدقائكم. إلى اللقاء.